طيب، بالتأكيد تابعت اللقاء الذي جرى ما بين رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني سيد نجم مع المرشد الإيراني، التأكيد على الثوابت الموجودة ما بين البلدين، وأكد خامنئي بدوره للسوداني بأن النهج الإيراني لن يتغير وهذه العلاقات الوطيدة ما بين البلدين وما إلى ذلك. كيف قرأت ما جاء من حيثيات في هذا اللقاء، وهل يدل على أن إيران بعد هذا المصاب في حادثة سقوط المروحية سوف تغير من سياساتها الخارجية على أقل تقدير؟ يعني أول، السياسة الخارجية والداخلية هي بيد السيد المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. نعم. وكل شخص يقول لك ليس كما يقال ليس بيده الكامل والشامل من القرارات والقوانين التشريعية والتنفيذية، يقول لك كله أنك واهم. الآن لقاء رئيس الحكومة السيد السوداني مع مرشد الأعلى بالتأكيد تؤكد على الثوابت. إيران اليوم لا تستطيع أن تتخلى عن العراق، ولا العراق يستطيع أن يتخلى على إيران. العلاقات فيها تبادل اقتصادي، فيها زيارات للمراتب الدينية، فيها علاقات تاريخية اجتماعية. لكن ينبغي علينا مثلما إيران تبحث عن مصالحها، علينا أن نبحث عن مصالحنا، سواء جارة أو غير جارة، سواء محبة أو غير محبة، سواء وقفت معي في الشدائد أو غير تقف. لا تكون الدولة تابعة لإيران أو لأمريكا. أنا أتحدث الآن كعراقي وقريب من المواطن العراقي. لا تعتقد الشعب العراقي يحب أو يعيش يكون ديلا أو تابعا أو عائدا لأي دولة أكان، مهما تكون قوية ومهما نكون بحاجة إلى المال وبحاجة إلى أي شيء، لا نرغب ولا نخضع إلا لله. أنا أقول إيران دولة مهمة ودولة قوية ودولة لها تأثيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، لكن لا نسمح لأي شخصية سياسية أن تتحدث أن العراق تابع لإيران أو لأمريكا أو لأي دولة أخرى. أنا أقول مثل هذه اللقاءات كرئيس الحكومة السلطة التنفيذية الذي يمتلك النزعة الإصلاحية السيد محمد السوداني، واستطاع في الفترة الأخيرة بالفريق الذي جاء به أعطى بصيص أمل للمواطن العراقي بما قدمه، أنا أعتقد هذه اللقاءات مهمة مع السيد علي خامنئي، مع الرئيس الأمريكي، مع ملك المملكة العربية السعودية، مع ملك الأردن. هذه علاقات ولقاءات لها طابع نفسي أولا وطابع معنوي ثانيا، ويعطي العراق بأنه أصبح دولة موثوقة، وهذه أهم مرحلة وأهم نقطة يجب التركيز عليها حينما يخرج من يمثل العراق خارجيا. نحن نقدم له دعما، وحينما يأتي مسؤولا أو رئيسا خارجيا إلى العراق نقدم له كرما وخدمة لجعل العراق هو بلد كريم ومجتمع كريم مثل ما يتحدث ومثل ما العالم يعرف من هو العراقي وكيف كان وكيف أصبح رغم المآسي والحصار والعقوبات، لكن يبقى كريما ومحبا للآخرين. بالطبع. وهذا ما نتمناه للطبقة السياسية. نعم. طبعا الالتزام بعد ما أقدر أطوط إياكم. نعم.